فاجأنا أن هناك مقابر جماعية منطقة الفياض خارج الفلوجة وكذلك النعمية، ومثل ما كل العالم يعرف أنه هناك مغيبين جراء هذه العمليات، مغيبين من أهل النعمية، مغيبين من الفلوجة، من الصقلاوية. فلذلك تفاجأنا اليوم بأنه هناك مقابر جماعية ورفات لا نعلم لمن هذه الرفات. بعد ما طلعت جهات مسؤولة عن هذا الموضوع وكشفوا المقابر الجماعية، وأعتقد حصروا الأعداد اللي اكتشفوها. محافظة الأنبار تعتبر من المحافظات المفجوعة والمنكوبة بعدد الشهداء والمغيبين. اليوم تم وصول فريق فني من مقر مؤسسة شهداء دارة شؤون وحماية المقابر الجماعية. هذا الفريق دوره ومهمته يقتصر بالبحث والتنقيب عن المفقودين والمقابر الجماعية. الحقيقة احنا قبل أقل الأسبوع تم الرصد والكشف عن مقبرة جماعية في قضاء الفلوجة قرب الطريق الدولي، وبعد التأكد من المقبرة وأخذ وأخذ الإحداثيات تم مفاتحة المقر العام وعلى الفور المقر العام تم إرسال فريق فني. احنا اليوم في محافظة الأنبار قضاء الفلوجة مع وجود الحكومة المحلية متمثل بالسيد قائم مقام الفلوجة تم الكشف عن المقبرة الجماعية. هذه المقبرة ليست الأولى والأخيرة، علما أنه تم الكشف مسبقا عن 13 مقبرة جماعية في محافظة الأنبار، وجار العمل عليها الفتح والجراء عينات DNA وتسليم الرفات بعد التأكد من مطابقتها لذويهم وإكمال إجراءاتنا القانونية اللي تنص عليها القانون. غيب هناك أشخاص عديدة غيبوا جراء هذه العمليات ولا نعرف مصيرهم إلى اليوم. هؤلاء هم أصحاب عوائل، أصحاب مهن، أصحاب أعمال، غيبوا بسبب العمليات الإرهابية. فعندما دخل داعش الإرهابي سيطر على المدن، دمر المدن التحتية وتأذيت الناس بهذه العمليات، فغيبت أناس من مدينة الصقلاوية والمنطقة الأزرقية والبقارة، غيبوا أعداد هائلة يعني أكثر من 700 و800 بمناطق ولا نعرف مصيرهم إلى اليوم. دخل قبل أيام شاهدنا وسمعنا أن هناك مقابر جماعية وجدت في مدينة الفلوجة وتحديدا في منطقة الفياض وقرب سيطرة الصقور، والأمس هم سمعنا أنه هناك مقبرة في الرمادي، وهؤلاء ما نعرف لهم. فإحنا اليوم نطالب الجهات المختصة من القوات الأمنية وقائد عمليات الأنبار والسيد قائد شرطة الأنبار بكشف عن مصير هؤلاء. والله هي الموضوع الثبوتي هو التحليل فقط وتحليل DNA هو راح يبين هو من ذولا، وان شاء الله نسال الله السلام للعراق باجمعه وان يعيد. والله ناس تقول 100 وناس تقول 70 وناس تقول 150، بس هو المفقودين بالصقلاوية اكثر من 700 الى 800 شخص، والنعيمية وكذلك البعكاش، وان شاء الله نسال الله ان يفرج عن الجميع ونسال الله ان يهدي الناس حتى تكشف مصير هؤلاء المفقودين. اكو عوائل عندنا هواية احنا يعني خاصة في يعني في مكتبنا وفي الصقلاوية يراجعون انه هواية مفقودين ينتظرون بصيص امل حتى يرجعون الى بيوتهم والى يرجعون ابائهم، وما يملكون يمكن قوت يوم واحد في هاي المناطق خاصة في الصقلاوية قرية البعكاش والنعامية وكذلك منطقة الفياض والسكر والازرقية. اكو عائلة قاعدة بمطبخ تنتظر ابوها يرجع حتى يبني لهم البيت ويقعدهم، نسأل الله السلامة يعني.
فاحنا نقول يا حبذا لو عن طريق الدي ان اي والجهات المختصة بهذا والمختبرات المختصة كالطب العدلية والدائرة صحة الأنبار بالتعاون معها أكيد أنه يكتشفون أو يعرفون الرفات هذه المن عائدة حتى تتصم العائلة المفقودة العائلة المفقود عندها تطمن تعرف مصير أبنائها هل هم أولئك المغيبين فعلا هم أولئك جهات أخرى يعني إحنا نحب أنه تنكشف هذه الحقائق عن طريق أبسط شيء اللي هو الدي ان اي أبنائهم مغيبين تركوا وراهم عوائل تركوا وراهم أطفال تركوا وراهم ممتلكات وبعضهم مهدمة أو تكاد تكون مهدمة لذلك أكيد أكو عوائل تنتظر وتريد تعرف هذه النتائج والنتائج إن شاء الله تنكشف عن قريب إن شاء الله أعتقد الناس يعني بدأت أنظارها تتجه على هاي المقابر لأن هو هذا بقى حلهم الوحيد إنه يقول لك عسى ولا على أنه يشوفون أبنائهم هنا وإلا مغيبين من 2016 خلينا نقول ولحد الآن من أيام التحرير ولحد الآن ما عندهم أي خبر عن أبنائهم الرسالة اللي نتمناها واللي نرجوها أن تكون هناك نتيجة لهذه الرفات اللي المجهولة اللي لقوها نتمنى أنه يكون هناك يعني سرعة بالموضوع وكشف عن هذه الجثث منطقة النعيمية بها ناس متضررين وهاي شوفت عينكم هل تتصورون ناس متضررين ويكاد يكون معدومين الحال يعني وبنايات مهدمة فأكيد عندهم مغيبين وهم ينتظرون الحال شو راح تؤدي الأمور إليه قبل أيام قليلة عثر على مقبرة جنوب الفلوجة ونحن مجموعة عشيرة المحامدة فقدنا أكثر من 700 شهيد وراجين من الجهات المختصة الكشف عن الجنات أو معالم هذه المقبرة وإعلام الناس وإعلام الملأ ولا يخفى شيء عن جميع الناس وقبل سنتين أو أكثر فقدنا أكثر من 700 أو أكثر ولا تزال الناس تبحث في السجون وتبحث في دوائر الدولة والمعنية عن الجنات ولحد هذه اللحظة لم نتوصل لأي نتيجة الناس تعبت وراجعت الدوائر ونحن مجموعة محامي فلوجة خاطبنا الجهات المختصة وخاطبنا الجهات المعنية والجهات الأمنية وخاطبنا جميع الوحدات العسكرية آنذاك ولم نتوصل لأي حل فنتأمل من هذه المرحلة لأن وجدوا هذه المقبرة يعلمونا بهذا الموضوع ويبردون قلوب الناس ويطمنوها في هذا الحدث هناك في الصقلاوية أكثر من 700 مفقود وفي النعمية أكثر من 200 مفقود وفي القرمة أكثر من 150 مفقود وفي الفلوجة أكثر من 300 مفقود وهذه كلها مدونة لصالح المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة وخاطبنا جميع المنظمات الإنسانية ومن خلال قناتكم المؤقرة نطلب إيضاح هذه الجريمة والله وضع العوائل منهك أستاذ الفاضل وضع العوائل منهك اللي عنده مفقود اللي عنده شهيد اللي عنده مصاب هناك أكثر من 700 أو 800 امرأة أرملة امرأة موجودة بالصقلاوية وبالقرمة وداخل الفلوجة ونقدر نوصلكم إلهم وتلتقون بيهم وتشوفون وضعهم وعدهم نوع من المعلومات يقول لك ابني راح ابني بالبيت ابني كذا فيا ريت يا ريت يا ريت توصل من خلال هذه المقبرة إلى الناس حتى تطمئن أقول لك إذا ابني موجود أسأل شهادة وفاة أشوف بشي أموره بالدوائر الدولة تعويض معنوي تعويض مادي هذا شيء مطلبنا جرات هذا المطلب الفلوجة والنعيمية وأطراف الفلوجة كلها تتعاني من هذا الشيء تعرف أنت مرحلة مظلمة أصبحت ذاك الوقت عندنا جماعة الصقلاوية مختفين عندنا جماعات هواية مختفين وبالعامرية هم نفس الحالة وبالنعيمية فهاي مناطق كلها عندنا يعني هواية مختفين آلاف مؤلفة زين اختفوا زين وهسه ظهرت هاي حقيقه المقابر الجماعيه لازم نفتهم ابنائنا وين راحوا
هاي التحاليل اللي موجوده ممكن انه نعرف واحد واحد، نقدر انه نسلسل بهم ونطلعهم واحد واحد ونعرفهم. زين ليش هذا اللي موجود جاي يصير هسه حاليا بالنسبه لابنائنا؟ وهذا التغيب اللي موجود فعلا تغيب موجود هسه حاليا عندنا. فنتمنى انه المسؤولين، يعني نتمنى من المسؤولين زين مطالبه بهاي المواضيع، واحنا عندنا وزاره الصحه زين كفوها بهاي يعني بهيك شغله انه تقدر تكشفهم واحد واحد، تقدر تعرفهم وهويتهم نفس الحاله. فنتمنى من يعني من المسؤولين الموجودين ووزاره الصحه لانه تعرف هذا يعني تعرف الناس اللي موجود اللي ميتين او اللي مفقودين هسه حاليا عندنا. فعلا فعلا يعني هسه احنا عندنا عبر التفلوجه المخيمات زين محصورين العوائل هناك، يريدون يفتهمون ابنائهم وين راحوا. بالصقلاويه نفس الحاله، يعني عوائل كامله مناطق كامله مفجوعه، يريدون يفتهمون ابنائهم وين راحوا، اختفوا يعني صار تقريبا بالخمس سنوات اختفوا وما يفتهمون من عندهم كل شيء. فلازم لازم نعرف ابنائنا وين راحوا، يعني شنو مصيرهم. فعلا نريد نفهم شنو مصيرهم، هذول الاطفال شنو ذنبهم؟ زين عوائلهم يعني مغيبين حقيقه، يعني عوائلهم ماكو، الاطفال يعني بالمدارس وبال ما قاعد يفتهمون يعني مصير ابائهم وين راحوا، مصير ابنائهم وين راحوا، والنساء نفس الحاله، نصير مصير زوجات ازواجهم يعني وين راح، يعني وين راح هذول الناس اللي موجودين عندنا حاليا. يعني السكر والضغط وهذا كلها تاثيرات نفسيه، عوامل خارجيه قاعد يصير على هذول العوائل اللي المفجوعين، فعلا مفجوعين. زين احنا نتمنى انه تشوفوا لنا صفه تحلل هذا الموضوع. زين ابنائنا اللي راحوا وهسه يعني اكو بذره امل انهم موجودين، نقدر نفتهم من عندهم. زين نفتهمهم انه ابنائنا راحت، يعرف مصيرهم شنو، هاي كلها مهمه. يعني اتمنى انه يعني ينتبهون لهذا الموضوع. والله استاذ هي اكثر يعني بس بالصقلاويه تقريبا فوق ال 2000 واحد رايح زين مختفين، ما يعرفون شنو مصيرهم. زين عمليه الفلوجه نفس الحاله، يعني هواي مناطق جاسر عندنا، عمليه الصمود نفس الحاله، النعيميه هواي قاعد يصيرون يعني هواي مختفين عندنا، ف يعني لازم نفتهم مصيرهم. صراحة اليوم احنا دا نتفاجئ بظهور يوميا مقبرة جماعية. طبعا احنا عندنا هواية مفقودين وهواية مغيبين من الصقلاوية، من العامية، من عاملية الفلوجة، من الرزازة وكثير اماكن. اليوم قبل فترة شفنا على قرب سيطرة الصقور مقبرة ضم رفات حوالي 100 إلى 120 شخص. الصراحة احنا نطالب الجهات الحكومية والجهات المعنية بالكشف عنهم، نريد نعرف شنو مصير هاي الجثث، شنو مصير هاي الضحايا. اليوم الأهالي ينتظرون، أهالي اليوم الصقلاوية عندنا أكثر من 700 مغيب، يعني أكثر من 700 عائلة، يعني اكو عائلة يعني أنا أعرفهم معرفة شخصية من بيت واحد 11 مفقود. هاي تعتبر جريمة كبرى، لأن هاي المرأة تقول أنا ما عندي معيل، أنا أعاني من أمراض بسبب التفكير، بسبب القلق، تعرضت إلى ضغوطات. اليوم حتى معاملة ما تقدر تمشي، هاي أهالي ذول المفقودين ما يقدرون يمشون معاملات على التقاعد، أو لأن تعرف بعدهم لحد الآن مصيرهم مجهول، لا هم مثلا ضحايا أرهاب ولا هم مثلا يعني هم متوفين حتى يسوي لهم شهادات وفاة. بالتالي ذوي ذول المغيبين دا يعانون مشاكل كبيرة وكثيرة وبتعقيدات. واليوم جهد الحكومي اتجاه هاي العوائل واتجاه هاي الناس ضعيف جدا للغاية، والحكومة دائما تشمر هاي العوائل على المنظمات، المنظمات سواء كانت المحلية وسواء كانت الدولية، وكل منظمة لها برنامج خاص بها ما تقدر تغطي كل هاي العوائل. بالتالي العوائل تبقى محتاجة، تبقى محتاجة إلى مأوى، تبقى محتاجة إلى معيل، تبقى محتاجة إلى راتب، تبقى محتاجة إلى غذاء، وما الجهد الحكومي كلش ضعيف بتوفير الاحتياجات الأساسية لهاي العوائل حتى بتمشية المعاملات. صراحة من خلال احنا متابعتنا لوسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال ما نسمع احنا من الناس، الحكومة جهدها كلش ضعيف، لازم الحكومة توجه كل
كل أنظارها على هاي العوائل المحتاجة حتى شوية تنقذهم من الأشياء اللي هم يمرون بي يمرون من هاي المحنة الكبيرة. يعني اليوم احنا عندنا المفقودين هواية، عدد كلش كبير، لازم الجهات الحكومية لازم يتم تشريع قانون بمجلس النواب اعتبار هاي الضحايا ذولا أو ذول هؤلاء المغيبين لازم يكون لهم راتب، يتوفر لهم سكن أو على الأقل قطعة أراضي أو ضمان اجتماعي لذويهم، لأن أغلب هؤلاء المغيبين هم كانوا متزوجين وأصحاب عوائل، فبالتالي عوائلهم انتركت بدون معين بدون مأوى، يحتاجون راتب يحتاجون معين حتى يقدرون يعيشون حياتهم بصورة كريمة. احنا يوميا دا نشوف على وسائل التواصل الاجتماعي وبالقنوات الإخبارية مقبرة جديدة دا تظهر، احنا نسأل الجهات الحكومية وين كان دوركم من خلال هاي المقابر الجماعية اللي صارت؟ ليش هاي صارت هالمقابر الجماعية؟ يعني احنا لازم اللي يعتقل لازم يروح مثلا للسجن او يروح الى جهة مختصة او للقضاء حتى يتحاكم، بس الصراحة اليوم اللي يعني الحكومة مدى تنطي النتائج الصحيحة والدقيقة لهاي. احنا ايضا نطالب وزارة الصحة والجهات المعنية بعمل فحص DNA لهؤلاء الجثث وهؤلاء المغيبين حتى على الاقل يتم اخبار عوائلهم بهذا الشيء، يتم ربما تمشية معاملات لهم حتى يكون شوية تخفيف من الضغط الحاصل عليهم. طبعا هي كل المناطق محافظة الأنبار وأغلب المحافظات اللي يحتلها داعش هي متأذية وصار بيها ربما الأغلب صار بيها فقدان للأشخاص والضحايا. أيضا عندك منطقة الإنعامية أيضا هم أيضا صار بيها فقدان الكثير من الشباب والكثير من الرجال بسبب الحرب مع داعش. أيضا احنا نوجه رسالة جهات الحكومية بالكشف عن مصيرهم بمتابعة الإجراءات الحكومية بالتنسيق مع وزارة العدل. Thank you.
الله الرحمن الرحيم. احنا ذوي المفقودين جرف الصخر، ابنائنا انفقدهم على سيطرة الرزازة وحاليا موجودين في جرف الصخر، انهزموا من ظلم داعش ومن ضيم داعش، وتلقاهم الظلم والضيم قدامهم. فاحنا نريد اطلاق سراحهم، عدلين نريدهم، ميتين نريدهم، حيين نريدهم، اي مكان نريدهم. احنا نظل الناشد ونطالب لحين ما نقف على حقيقتهم. هل اين ذهبوا؟ هل هم مجرمين يحيلوهم للقضاء؟ هل هم متهمين يحيلوهم الى قضاء؟ يعني ماكو متهم 5 سنوات بدون قضاء، ما يعرضونه على القضاء، شنو مصيبته؟ علي جرم يعدمونه، بريء يهدونه، اي شيء عنده يرتكبه اكو محاكم تتخذه. طالب الجهات المعنيه باطلاق سراح ابنائنا المخطوفين من جرف من سيطره الرزازه وحاليا موجودين في جرف الصخر. فاحنا نطالب الخيرين والطيبين باطلاق سراحنا ابنائنا المفقودين. فاليوم نطالب رئيس الوزراء ونطالب رئيس الجمهورية ونطالب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فمي يضيف بعد المضاعف حطهم أمانة برقبة الشهداء والمفقودين. اليوم قال إنهم أمانة برقبتي، واليوم صار حوالي شهرين من حط الأمانة برقبته ولا بينت نتيجة ولا طلع على التلفزيون، وادعى إنه قال دولة أبناء المفقودين أبناء الشهداء. اليوم شوفونا حال، شوفونا طريق. فاليوم اليوم زلمنا 8000 زلمة أخذتهم سيطرة الرحالية. هل هي سيطرة الرحالية مو عراقية؟ هل هي بتل أبيب؟ هل لو هي بالحكومة العراقية؟ فإذا ما جرى الحكومة العراقية تاني اتجاه غير اتجاه، نروح على الأمم المتحدة. يعني اليوم 4 سنوات ما نعلم عن زلم، 8000 زلمة لا نعلم عنهم. فوين رئيس الوزراء؟ وين رئيس البرلمان؟ وين رئيس الجمهورية؟ وين القائد العام للقوات المسلحة؟ فاليوم الناشدكم بالله، الناشدكم بالله، الناشدكم بالله، إنه تشوفونا حل الهز من المساجين 8000 زلمة في سيطرة الرزازة، أخذوهم واليوم 4 سنين لا نعلم عنهم. اللي أخذوهم 8000 واحد، من ضمنهم ولد أخوي 2 وابن عمي، انهزموا من محافظة الأنبار إلى بغداد، وما نعرف شنو مصيرهم. زين وظلم هذول اطفالهم ونسائهم، يعني ما حد يعرف مصيرهم وين، ما حد يقدر يصير جرف الصخر ميتين بالحياه، شنو ذنبهم ذولا؟ يعني ما عندنا حكومه، نطالب غير دوله، وين نروح يعني بعد احنا؟ انهزموا من محافظه الانبار، الوضع كان مو زين محافظه الانبار، انهزموا بغداد وعلى الطريق حاطين سيطره وياخذون بالعالم. 8000 شخص اخذوا من محافظه الانبار من الغربيه، وما حد يعرف مصيرهم وين، هل بالحياه او ميتين؟ ميتين يطولون من اهلهم، بالحياه عم يقول عمي ذولا، يعني ما حد يقدر يصير جرف الصخر، يعني صار غير دولة. زين ليش هيك يعني؟ ما عندنا حكومة احنا؟ لو احد من اطفالهم مخطوفين اكو، ما حد وصل عليه؟ كان عادل عبد المهدي ولا محمد الحلبوسي ولا اي واحد الحكومة. يعني ما يدرون بيهم كانوا مخطوفين ولا حد يعلم بيهم. والله الناشد بيهم هذول اطفالهم، نسائهم، خابر الناشد الطيبين، الناشد اخواننا الشيعة هم ويانا. نرجو التدخل عن الدخل لحل مصير ابنائنا، نشوف مصيرهم وين اتجههم واين صارهم. ذهبوا من محافظة الأنبار إلى محافظة بغداد واعتقلوا في سيطرة الرزازة. نرجو الإفصاح عن أبنائنا وإخراجهم لذويهم، هل هم أحياء أموات؟ وإن كانوا مسيئين فالقضاء يأخذ مجراه، يحاكمون ويقدمون القضاء والقضاء يأخذ. وإذا أبرياء فليخرج إلى أبنائهم وعوائلهم، وجزاكم الله خير الجزاء. أنا أم المفقودين 2 مخطوفين انخطفوا، راحوا من الرمادي وانخطفوا على طريق الرزازة، لا صوت ولا ذنب. شن هي الصوت؟ شن ذنبهم ونخطفهم وخذوهم؟ اليوم للهم 4 سنين اطفالهم إيها على ايدي، لا صوت ولا ذنب. اطالب من اطالب الحكومة، ايها الاطالبة، لا مرت بينا حكومة، لا مرت بينا اي جميع واحد هاي يقول شريف ونظيف ما مر بينا وقال ش حالكم ش بيكم وين ولدكم. اليوم هي الحكومة تصبر على ولدها تقول وين هم ما وين هم وين هم؟ يصبرون ما يصبرون؟ راحوا منا على طريق الرزازة، أخذتهم طريق الرزازة، ما أدري الحشد، ما أدري حزب الله، ما أدري من أخذهم. يقولون جرف الصخر، جرف الصخر هاي ليش بعيدة جرف الصخر؟ وين رايحة جرف الصخر؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، الله أكبر عليهم. إن كانهم حكومة يقولون إحنا حكومة، ليش هيك يانا؟
حسب الله ونعم الوكيل، حاسبهم ببلدي اليوم وذاك اليوم، قلبي نار الليل كلها قضيبتي وحسراتي ونات على ولدي. ليش يجي انا وين راحوا ببلدي؟ وين راحوا حطاهم؟ وينهم؟ قلب باجي خلي ماتم تصبر، قولي لهم امه ماتم تصبر، تصبر عن ظناهم يوم ما حيد ما يصبرن. واليوم 4 سنين اريد ولدي، اريد ولدي، طالبهم يا الحكومه اريد ولدي من عندكم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل، الله اكبر عليهم. نطالب بالحكومه نريد اولادنا نخطفهم من الرزازه. 2 ولد رافع و2 ولد ابراهيم الحسين، 1 عنده 4 بنات، وذولاك متهله لا صوت ولا ذنب. نريد من الحكومه العراقيه تطلع لنا اياهم. مين اخذهم؟ اخذهم من الرزازه. من الرزازة خطفوهم جرف الصخر. صار لهم مش قد من الأخذهم؟ صار لهم 4 سنوات. احكي القصة. 4 سنوات من الخطفة. اذكر الحالة الداخل. اذكر ايه؟ اذكرهم صارهم 4 سنين. نو بعد ما ندري هم وين حيين او موتين او بالحياة ما ندري. خطفة وقبر. احنا بربيل وجانا الخبر قال ولدكم الخطفوا. قال لحقونا الخطفة ما ندري هم وين ماوى. هس على بالحياة يطلعون هم ميتين يقولون ميتين على مود نسوي لهم فواتح. والله يا خي خذاهم ما ندري وين ما وين، ما ندري هم اختفوا، ما ادري، ناس يقول ذبحوهم، ناس يقولون بالحياة، ما ندري عنهم وين ما وين. عندي ولد الكبير بعد تحرير كويس، بعد تحرير كويس طلع بغداد تسجل مباشرة لأنه هو عنده قطيع عقد بالوقف السني، وزوجته عنده دراسات ماجستير لأن تأجلت بزمن دواعش الأنذال وقالت خلاص تنفصل، فبابا طالما حره كويس خلي أتوكل وأطلع، هم تكمل هي تناقش مناقشة مع الماجستير، هم أنا أسجل مباشرة. أخذ وياه كتب رسمية من مركز الشرطة ومن المجلس البلدي ومن لواء 29 ومن الأمن الوطني، 4 كتب إلى وزارة الوقف السني. يوم 18/4/2016 دزون مي توزع الكبيس، وحتى هم أولادي هم الثلاثة خطية وزعوها بالسيارات إلى الأهالي مال الكبيس. هو بذاك اليوم قال طالما جت المنظمة وعرف، لأن يعرفون أصدقاء أولادي، طلعوا وياهم بالسيارة وطلعوا وياهم. أخذ زوجته وطفل عمره 1 سنة وشوية وطفل عمره 2 سنين وشوية، راح ثاني يوم تيعبر واخذوه، أخذوا القوات اللي على الجسر، وإلى حد الآن لا نعرف هو وين ولا بيا منطقة ولا غيره. وهو الحمد لله والشكر ما عنده أي شيء، اول ناس طلع عن القصاصات وعن القصاصه مال كويس وكل شيء، ولا حاسبه ولا غيره، شنو سبب اخذوه ما اعرف. واتحدى اي واحد يقول لي ابني في راس اكرم محي احمد عنده شيء، اتحدى اي واحد هسه بالمنطقه بكلها والله، ولا اعرف وينه حطوه، لو اعرف وين المطار. ناس يقولوا بالمطار، ناس يقولوا بالناصري، ناس يقولوا لي بالاستخبارات بالكاظميه، واروح امشي هنا جرف الصخر وما حصلنا على اي شيء منه. هاي صار 3.5 سنوات تقريبا لا نعرفه، واحنا نطالب بحقوقه، نطالب تعويضاته. والشكر ما شاء الله من وقف السني، من رحت راجعتهم فصلوه حتى من العقد لانه تاخر، هاي جزاء ماله مال من وقف السني. ورحت راجعتهم ليش؟ قال ما هاي عندنا احنا تعليمات نفصله. والله عائلته ذيك خطيه متبهدله، الطفل كبر ما يعرف حتى ابوه من هو، ويمنا هنا خطيه وكملت الحمد لله مشينا لها وكملت الماجستير، لكن احنا نريد ابننا، احنا نريد ابننا وين صارت. مواليد 85 هو خطيه، والكبير ابن الكبير ما اعرف الى حد الان وين هو.
فنرجو من الحكومة العراقية، من المنظمات الدولية تتبعنا عليه وتعرفوا وين هو، هل هو حي أو ميت، نعرفوا عنده شيء يقدموا محكمة، إلى حد الآن لا محكمة ولا كذا ولا كذا ولا أي شيء. مو بس هو موجود الآلاف، مو بس هو موجود الآلاف منهم، منطقتنا آلاف بالمئات مفقودين، اللي 7 سنوات واللي 5 سنوات واللي 6 سنوات. فنرجع يعني ينظرون على النظرة، راح يعبر ميم جسر بزيبز بهالصفحة بهالصوب انفقد، يم الحاسب انفقد، ومخبر سر اللي يخبر عليها تعال للتأكيد، لأن جهة كاتب بزيبز 5 جهات ما حد يعرفه منهم، 5 جهات ناس جيش وناس إرهاب وناس حزب الله ما نعرف كل شيء. وطبعا سوينا كتب فايلات رادوا منها من المحافظة، مجلس المحافظة مال الأنبار، فحطينا هاي الصورة واسمه ويوم الاعتقال كلها معلومات، وإلى المجلس ماليت ومن المجلس ماليت دزوها إلى المحافظة، ما جانا أي رد. وسوى تم كتاب رسمي، تعرف أن أتبع على ابني، ابني اعتبرت بس مفقود من أي جهة، مخطط مندل. ف سويت كتاب من محكمة هيت إلى محكمة الساعة، وجاني جواب أنه مو داخل أي محكمة في العراق، مو محاكمين. وسويت كتاب رسمي من محكمة هيت إلى الحاسبة المركزية، وهم جاني جواب أنه ماكو أي معلومات عنه، وابني متهميك ولا عنده شيء ولا له شغل، بالعكس هو ضرر من الدواعش الأنذال والله. وهاي صورته خطية، شوفها هاي صورته، وعقد خطية بالوقف السني تيروحي يباشر هذا مباشرة اللي يجي لبغداد، وهاي اللي صار. وارجو من الطيبين وأهل المروة يتبعونا عليهم، على ابننا وعلى ابن أي واحد متوقف بريء، إلا لا والله عنده حلبي، لا عنده هو داعش لا بالله حلبي يخلي يأذوهم، ولكن ما عنده شيء والله يعني كفر إجرام يعني ظلم. نرجو من الطيب أن يعني يوقفون هالوقفة ويعوضون عن اللي راح تأذت زوجته وتأذت أطفاله، أمه خطية تمرضت ظهره، تمرضت السهم قلبه كله، يوم يتقعد من الصليل تبكي تدعي، وكل يدنا نفس الحالة. والله كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني والد المفقود طه مشرف أسعد محمود الماشطي، خرج ولدي من دارنا باتجاه بغداد مع عمه أحمد أسعد المصاب بكسر عظم الحوض برفقته، وكان الطريق نحو الرزازة بزيبز، فعند وصوله إلى منطقة بزيبز لم يسمح له بالدخول إلى بغداد، فسافر عمه عن طريق إحالة من مستشفى عامرية الصمود، هو وولده، وولدي عاد طه عاد إلى هيت برفقة مجموعة من موظفي صحة هيت، وفوجئوا في سيطرة الرزازة باعتقاله هو ومجموعة كبيرة تتجاوز 17 نفر من أفراد الصحة، في اعتقل في 1/12/2015، ولحد الآن لا خبر لدينا ولا علم في أي مكان هو معتقل، ولم نعرف عنه أي شيء. وهذه الحادثة أثرت فينا جميعا، ولدي كان متزوج وله أطفال 2، الصغير عمره 1 والكبير عمره 2، وقد عانينا ما عانينا
اتجاه أطفاله وعائلته أنا ووالدته، وذلك لأنهم عندما شبوا ووعوا على أنفسهم بدأوا يتحدثون عن والدهم، أين والدنا، لماذا لم يأتي، سافر إلى بغداد، نقول لهم سافر إلى بغداد للعمل هناك، لماذا لا يأتي في العيد أو في أي وقت كان. فهذه معاناة شديدة أشد وطأة علينا من فقدان الولد هؤلاء الأطفال، حيث أن أطفاله الكبير ياسين دخل الصف الأول الابتدائي، وياسر المرحلة الثانية من الروضة. وهذه معاناتنا اتجاه والدهم، وتنشر أخبار كثيرة أنه راح يصدر عفو وماكو شيء. هذه الأقاويل متى تخرج من دوائر أو منظمات أخرى قبل فترة الانتخابات؟ في كل انتخابات تبدأ المانشيتات على مال التواصل الاجتماعي الفيسبوك وغيرها، سيطلق سراح المعتقلين الرزازة وغيرهم، تخدير أعصاب، وعشنا على أعصابنا مدى 4 سنوات أنا ووالدته وأطفاله وأخوته، ولا نعرف مصير ولدنا أين هو. فراجع لهم على دوائر على غيره، رادوا من عندنا مع القيمومة، حجر وقيمومة. فهاي عانيت مشكلة بيها، كملت الأوراق وعند النهاية ضابط الشرطة قال عود الإضبار مالتك انفقدت. ابدأت بعمل إضبارة ثانية وأنت سيد العارفين، جئتك لتنشر اسم المفقود على صحيفتين، وقمت بعملية جديدة استغرقت مني أكثر من 3 أشهر يلا حصلت على هذه الشهادة مال الحجر والقيمومة. فإحنا نطالب المنظمات الدولية والمنظمات المجتمع المدني وكل الخيرين الذين لديهم سلطة مع الجهة التي اعتقلتهم، نحن لا نذكر اسم الجهة التي اعتقلتهم، ولكن الحكومة العراقية من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب كلهم يعرفون الجهة التي اعتقلت المواطنين من الرزازة، واللي يجاوز عددهم أكثر من 1800 واحد، وعند تحرير الصقلاوية والقرمة تم اعتقال أكثر من 2000 شخص مغيبين ولا يعلمون عنهم أي شيء. فنحن نطالب كل المنظمات الدولية والأمم المتحدة وغيرها بالتدخل لمعرفة مصير أولادنا، إن كانوا على قيد الحياة فلماذا هالاعتقال هذا، ولكن نحن نعرف لماذا اعتقلوا. اعتقلوا بسبب ما قام به تنظيم داعش بإعدام 1700 واحد من أخواننا المنطقة الجنوبية. فالجهة اللي اعتقلت أولادنا من محافظة الأنبار، من نينوى، من صلاح الدين، تكافئ 1700 يأخذون 1700 مقابلهم تطبيقا لمقولة إحدى النائبات عن الحلة، تقول 7 مقابل 7، يعني يقتل 7 من الشيعة
لازم ناخذ نقتل 7 من السنة، وهي الآن تتبوأ منصب عالي مستشارة لدى رئيس الوزراء. فإحنا والله بعد ما نعرف أي شيء عن أولادنا، وهاي معاناتنا عايشيها يوميا مع هؤلاء الأطفال عند اعتقال أولادنا، مو فقط ابني، مئات من أهل السنة. خلينا نتكلم بهذا الموضوع، اعتقلوهم لسبب. عندما احتل داعش محافظة صلاح الدين بالتعاون مع جماعة من معسكر سبايكر وأخذهم لمواطنين أبرياء متطوعين للدفاع عن البلد، وأتم إعدامهم ما يقارب 1700 واحد، ولحد الآن ذويهم لا يعرفون هل هم أحياء أم أموات. فقامت جهات تنظيمات تابعة إلى إيران بوضع سيطرة في الرزازة لاعتقال مواطنين من أهل السنة حتى يكافئون ما قتل من أخواننا أبناء الجنوب. أولادنا اللي اعتقلوا، ما هو ذنبهم؟ هل هم قاموا بإعدام أخواننا أهل الجنوب بسبايكر؟ لا ذنب لهم إلا لأنهم من الطائفة السنية. وما مجيء هذه التنظيمات المسلحة إلى منطقة الرزازة بالتعاون مع الحكومة المحلية في الأنبار، الحزب الإسلامي، هذا الحزب الإسلامي هو شر بلاء المحافظة. وخلي كلامي يتعدى على أكبر واحد بيهم، هو عياد السامرائي، ومعروف تاريخه هو ورفاق الآخرين. ولكن نحن نأسف إلى جماعتنا اللي يدعون أنهم يمثلون السنة، عندما تبدأ الدعاية الانتخابية في مجلس النواب أو رئيس المجلس، إحنا نطلع ولدنا وإحنا وإحنا، ولكن عندما استلموا الكراسي بدأوا لا يعرفون المغيبين المفقودين، ولا يعرفون معاناة ذويهم وأطفالهم. مجرد أنه قاعد على الكرسي وبدأت الدولارات تتهافت عليه بالصفقات الغير مشروعة، والعالم كله يعرف العراق الدولة الأولى بالعالم بالفساد المالي والإداري، لا رئيس وزراء ولا وزير ولا غيره ولا قائد، ولا هم يحزنون، ولا حتى المرجعية العليا في النجف لا تلتفت على معاناة ذوي المفقودين والمغيبين، ما تذكرهم بالاسم ولا لها شغلة بهم. صار لنا 4 سنوات ولدنا مغيبين، ما نعرفهم أحياء أو أموات، ما هو مصيرهم، في أي سجن موجودين، سجون سرية أم سجون علنية. فقط نعرف أنه في منطقة جرف الصخر، وجرف الصخر لا يستطيع أي إنسان أن يصل إليها مهما كانت درجته الوظيفية، لأنها منطقة تعتبر مو من العراق، تعتبر جرف الصخر منطقة إيرانية بنص العبارة، وأنا مسؤول عن كلامي. أريد بابا يجي نبكي عليه، إحنا ضايجين. وين بابا هسه؟ ببغداد. ما تجيبون كله؟ بالسجن. هاي عنده صورة وحده.
ما قبلهم الا ياخذون صوره، اريد صوره ويا ابونا. دبل دبلاج ما ادري شلون سووها وصوروا لهم هو واقف يمهم. المستمسكات مالتهم ماخذها كلها وياهم. كل مستمسك، بس انا شو مسوي؟ انا كنت مستنسخها عندي. فمن جت الجنسيه رحت طلعت جنسيه جديده لهم ولامهم. طاها ما ترحم. بس لولا اخذتهم وامهم للنفوس طلعت لهم جنسيه. هسه انا من جاي امشي بعيد معامله. عندي مستنسخه استنسخ عليها وامشي. ذاك اليوم صيف. بري بس هذا المعامل. انا هاي بدك بالشتاء ما تنطب يعني. كانه اكو اراده انه هذا هاي المناطق تستمر. هي حزن. زوجي طلع من البيت من 2016. كانت عنده معاملة راح نمسير وخابرناه بالعشرة تقريبا، قال نص ساعة وجاب ورا شوي انقفل تليفونه ولحد الآن ما سمعنا عنه أي خبر. تابعنا دورنا بالسجون، دقينا حاسبة ما له يعني ما لقينا. والله أريد نعرف إذا بالسجون سرية يعني، بس يطونا نجدي عنه يعني. اروح على جنسيه يقولوا له وين زوجي، يقول لهم مفقود، يقول لا قاعد قاتل بالهذا قاتل بالفلوجه وهو ما له اي علاقه. اول 2017 اعطيتهم كتاب، اظليت انتظر، قالوا لي 4 أشهر يطلع اراجع واراجي الحال سنتين تالي ما تالي، قالوا لي ضايع. سويت واحد جديد هسه ما صار راح يصير لسنة ولحد الآن ماكو ما داري الطنية، وهاي بنتي بهاي السنة راح يفصلوها.